سلام، ايه راني هنا. هذا من بديت جي سي باش هذا بروبليم. سلام كوكو. ديزولي، هذاك الكونت اللي كنت دايرته باش ندير لكم فيديو فيه ما جي سي با ما حبش يجي. راني معاه سي با ما حبش يجي، ديزولي سمحوا لي. بغيت نجيب 15 بارك ان شاء الله يا ربي. اختي عندنا انستغرام تاعك. انستغرام تاعي هو مروه طهراوي اوفيسيال. اوكي، ما سوبريميش كونيكسيون تاعك فابل. وين منيت دقيقه. لايك ذس. انا ثقني. بون، السلام عليكم. اعطيني نصائح على 100 جور كيفاش نقراو. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بيان. مرحبا مرحبا مرحبا. سلام، حلو انت ربي يفرحك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يعطيكم الصحة كامل كي جيتو، يعطيكم الصحة كي كامل. كيما نقولوا مازال ما فاتك الهضرة، بسم الله. دابا نحن نبدا. يعطيكم الصحة كي بديتو وجيتو معايا في نفس الوقت اللي هضرنا عليه، وصافي بليزير والله العظيم. 76 واحد يستنى فيا، والله سي ديجا بوكو. بون، نبداو بسم الله. انا اول حاجه حبيت نوريكم هذه الورقه، بون ورك هارد تو هاف جود مارك. كتب دي سات فيها. هذه الورقه كتبتها انا في الباك تاعي دوزيام، هذا كي جبت فيه دي سات. فوالا، هي كنت ملصقتها في الحيط. دي سات في الباك هي الحاجه اللي عقدتني باش تدي ديسات في الباك، هي كيف نقولوا اصراري. وكنت حابه يعني اراده تاعي كانت كاينه، وكانت كاينه عزيمه، وكانت كاينه جوغ كيما نقولوا كانوا عندي اهداف باينين. واش يقول لك كتابه الهدف هو نصف التحقيق. ديجا تكتبوا الهدف تاعكم في ورقه وتلصقوا هذيك الكتابه. عندنا العقل الباطني تاعنا يوجد روحه بالعقل الباطني تاعنا يوجد روحه باش يجيب هذيك النقطه اللي راهو حابها. اسمع، اول حاجه باش تبداو تجيبوا مليح وكامل، اكتبوا واش راكم حابين ولصقوها قدامكم، لصقوها قدامكم وخدموا عليها. هذه الحاجه الاولى. حاجه دوزيام لازم نحبكم تعرفوها هو انه احنا كامل انا كامل عندنا 24 ساعه في الوقت تاعنا، ياك عندنا 24 ساعه في الوقت تاعنا. وهذه 24 ساعه كل واحد كيف يستغلها. هذه 24 ساعه كاين اللي يدير فيها بزاف صوالح، وكاين اللي يحفظ فيها بزاف صوالح، وكاين هذيك 24 ساعه ما يستغلهاش كامل كامل كامل. سما لا ديفيرونس نتايا باش تلحق 24 ساعه تستفد منها حق، باسكو كامل اللي مصاش تحكم ما احسن ما نشوف وين تبديتي اسكو نقدر نلحق ولا ما نقدرش نلحق. انا سيونتيفيك راني حابه ندي ديسات تاني، كنت نديرها نورمال. وملي مات بابا عنده شهرين وليت ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي اختي نفيسه. وكش ما تحقي قلت لكم الانستغرام تاعي هو مروه طهراوي اوفيسيال. فوالا، واش نزيدو نهضروا. ميليسا، وي واش قلتي ديما مي طلعوا لي ميساج شحال خاصني معدل باش نجيب طب اسنان. ابراهيم كل مره يتبدل المعدل يطلع ويهبط، ما حسب الشعبه اذا كنت علمي ولا كنت تقني رياضي. ماشي نفس النقطه. وتصمموا عليه ويكون عندكم الاراده عليه، تلصقوه قدامكم كتبوا في يديكم في الوراق في الكراس، علموا العقل الباطني نتاعكم بلي راح تجيبوا الباك وراح تجيبوا كيف يقولوا تجيبوا الباك وراح تجيبوا واش كاين في راسكم. اول قده دقيقه خليني نكمل واش راني حابه نمد لكم ونبدا نجاوب عليكم. ثاني حاجه قلت لكم بلي لازم 24 ساعه تعرفوا تستغلوها. وثالث حاجه اللي راح نقولها لكم لازم تعرفوا كيما نقولوا اسباب. قال انا علاش ما قريت تقسو. كاين واحد العاده يقولها ذا فايف وايز، معناها تقسو خمس مرات لماذا 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 لماذا. قال علاه ما قريتش باسكو كنت كونيكتي. علاش كنت كونيكتي؟ باسكو هدرت مع فلان. علاش هدرت مع فلان؟ تلقاو روحكم صح فهمتوا السبات تاعكم علاش ما قريتوش، ومنها كبش تبداو تعالجوا في المشاكل تاعكم باش نتفاهموا. الوقت ما بقاش بزاف
مبقاش وقت مسخير، الفو تزيروا لوحدكم، الفو تحفظوا، الفو تيفيتو القسرات، تيفيتو الصحبه اللي ما توصل والو. لازم تركزوا وتركزوا على الحلم تاعكم وتلحقوا له. ودوكا نقدر نجيبكم على لي ميساج تاعكم. نبداو بسم الله، نبداو من الاول. كيفاش جبت 17؟ بديت تقريبا بدايه العام ولا متالي؟ بون 17 جبتها في الدوزيام باك تاعي، وكانت حاجه يعني شغل كيما نقولوا ماشي صح سهله، مي كانت حاجه شغل عباره عندكم غير فرنسي وانجلي وعربيه اللي قريتهم مع التالي، ما نكذبوش، والباقي كاع حفظت وقريت من الاول. مي جوغ زعما الحفيظه والتزيار، التزيار سوا سوا بدا من مع التالي. يعني دوكا عندكم الوقت باش تزيروا وحدكم واش تدو مليح. قال لك هذه السيرين سيرين، قالت لي ما بديتش نحفظ واش ندير، كرهت تقريت بديت تحفظي معايا فلاشان يوتيوب. الفرنسيه والانجليزيه دائما نقول لكم عندكم كتاب تاع المراجعه النهائيه بزاف هايل. عطينا بروغرام تاع هذا الوقت راه ما بقاش، والدوله مخلطه وما ديناش مليح في لي زيكزام، راه تلفا بون الدوله لازم تنسيها، توبلي الدوله باسكو انت المستقبل تاعك، وباينه بلي حد يدير جوج الباك، حد يدير الباك. نحو لي سوشيال ميديا كامل نحوهم، ديزانستالو كلش، ديزانستالو كلش من التليفون تاعكم، خلو غير جوجل وخلو غير يوتيوب باش تبعوني. خلو غير يوتيوب باش تقراو فيها وتقراو لي فيديو. فوالا بغيت ندير واحد النحبه ندير طب، ادعوا لي معاكم ان شاء الله يا ربي. واش ما شبا قريتي؟ قريت سيونسيفيك اختي، راني فشلت دوكا عاونيني. ميغال، ميغال علاش فشلتي؟ واش هي السبب؟ فرنسي انجلي عرب حفيظه وي كاين شغل حيت تحفظ شغل ستاندار، معناها يتبدل ما يتبدلوش، تحفظهم اون فوا ما تزيدش تقول كيما مثلا الكونت روندو تاع الفرنسي، كونت روندو تاع الفرنسي جو تقدر تحفظه، تحفظ الشكل تاعو وتبدلوه على حساب التكست. واش رايك في لاغي دكو عذرا على الفرنسيه؟ نورمال وهيبه لاغي دكو ما ظنيت انا حيديروها لكم، واذا سخطوا اذا بقات بن غبريت بقات سي او ماكسيموم باش تجوزوا كامل البروغرام. الوغ ديروا حسابكم كيما دوكا تقدروا تبداو، تقدروا تلحقوا وتجيبوا ديسات. حابه ندير ميديسين، واش تنصحيني؟ ننصحك تيري روحك، ننصحك ثقي في ربي سبحانه ان شاء الله. يا ربي يا ربي تدي واش كي حابه، باسكو يعني يا جماعة تالي كامل دو واش كتب لنا ربي سبحانه. زعما كنا نبداو من دوكا نجيب سي زويد جي بي زي، وين هالجامعة تقرا فيها؟ نقرا في جامعة بليدة سعد الحلب. جابك ربي اختي، راني سوفري غير الخير، واش بيكي حياتي؟ كيفاش كنتي ديري مع مواد الحفيظة خاصة التاريخ؟ شوفوا مانيش عارفة كيش ندم وقتي. كي منار كي نظاميه ولا حره؟ اختي يا قدامي قالت لكم كل نهار تجيب خوها، هي تقعد عندها الباكس فلسفه فلسفه الفلسفه فلسفه، قلت لكم فهامه فهامه بزاف فهامه. وين تدي تقاي وين تخلص البرنامج؟ نورمال البرنامج مش لازم تكملوه قبل الباك بزاف، ولا نورمال واحد 15 يوم ولا سمانه قبل الباك لازم تكونوا كملتوه وتبقاو تراجعوا. مروه انا مازال ما بديت نقرا شغل زعما نلحق، بدي ذوك ذوك إكرام دوك تبدا، كي خلاص هذا اللايف تبدا. مروة أنا كنت نقرا مليح في الديبي د لاني، بصح دوكا بديت نفشل، وكي نجي نقرا نلقى روحي راقدة وجسيب ما نعرف واش ندير. إذا صحيحك رقدتي لازم تصحي، ولا صحيحك رقدتي الصباح لازم تنوضي بكري، وهي راحة يعني يعني مادام رقدتي باينة بلي راكي عيانة وكنتي عيانة، سما جوغ رحمي روحك شوية أو ميم تو. وقراي في بلاصتو باغ اكزومبل قلقتي ساعتين زيدي سهري ساعتين. بليز كيفاش درتي مع فلسفة؟ فلسفة قلت لكم فهمة، كنت نقرا المقالات وكنت في كل ورقة تاع كناش كناش على صغير، في كنت ورقة كل ورقة كنت نقسمو على زوج وندير كنت نقسمو على زوج كناش وندير المؤيدين المعارضين في ورقة ونحفظ الاقوال ولا وكثروا الامثله كثروا حفظ الطريق. الله يسرك اكيد تروحي وتجي وقتها بديتي بديت
قلت دايمينيز. انا اليوم ما عنديش تمرين بزاف وفي واحد الفلسفه وقعت نوري في الفيري ما خدمتش. هاي باش انا دي صفقت حنا نتي هذا العام مش عال نجيب باش ندير صيدلة. انا شحال شون فيك والله ما على باليش على رهيم على حسب شعبة تاعك. اذا ما تكنيك لازم لك بزاف، اذا سونتيفيك اذا سونتيفيك ماشي بزاف حتى فوق الكنز حتى السيس، واذا ما تكنيك السيس حتى الديسات. وين منين نحفظه واش هي الماج؟ انا حفظت من محمودي عادل وتربية اسلامية حفظت واحد في يقولوا واحد الملخص، واحد الملخص ان شاء الله اذا قدرت نديره لكم. الفلسفة ندو تحليل ولا مقالة مع اني مانيش حابنا هذه المادة وندعي في الحفاظة. تقدر دير تحليل نص نواجه صعوبتها مع الرياضيات. الرياضيات لازم تحلوا لي باك وتشوفوا الحل مع استاذ نوردين وزيدوا له السرعة استاذ نوردين باسكو شوية بطيء. بالنسبة للفلسفة كي درتي قلت لكم اختي انزل كامل محفوظ نقدر نلحق وي تقدري تحفظي تقدري تلحقي كيفاش درتي معه؟ قلت لك التاريخ شوف مفيدة مفيدة اختي. شفت لاشين يوتيوب تاعي راني يعني دايره بزاف دي زاستيس كيف تحفظوه بالخف اللي بدا دوكا يلحق وي يلحق. فشلت وكنت ندور بكري دوك لازم تبقاو شادين لازم تبقاو عافسين على قلبكم حتى تلحقوا وتفرحوا ميما ان شاء الله يا ربي. لكن مجلة المجتهد بزاف هايلة، مجلة المجتهد المراجعة ملخصة وكامل على اختصاصات الجامعية ان شاء الله. ندير لكم فيديو مازال بصح هذا الفيديو مازال مكتوب اختي انا نجيب الباك مدولي مدرسة عليا وي 14 جي بي مدولك مدرسة عليا تاع السيام تعيش نصحوني ولا غير عييت من القراية وفقت الامل من الباك. علاش انا ريا علاش؟ ونقدر نوصل على بالي مدي ما عندي حاجة تخليني نرجع لورا ما فهمتش وين المشكل. مروان نقرا نغمر ما فهمتش علاش منين ندي في لا موين وراح يكفيني الوقت كون نزيد مزيد درك والمات والفيزيك من وين نحل التمارين؟ المات قلت لكم لي باك فيزيك المغني وسيونس قلت لكم مجلة المجتهد. يا اختي الورقة كتبت ورقة واش نزيد اسم السومة مبراه ميساج تاعك مخرج ليش اسم السومة واش الورقة اللي كتبتيها اسمها ما فهمتكش. وقتها بديتي تقري في الباك بديتي 17 وقتها بديت نرقدي بون ما كنتش نورمال نرقد عادي كنت نرقد عادي يعني ما كنتش نسهر بزاف ولا نوض بكري بزاف مي جوغ كنت مزيرة روحي في النهار نعرف نستغل مليح مليح مليح. فيزياء دوك ما بديت فيها مش اكيد سنامي لنا وي يمدولك سلسبيل اذا جبت 14.15 يمدولك. يا اختي انا ما بديت والو ما لقى عاوت بصح كرهت ضربة واحدة. دعاء لازم ديري القلب وراكي ذقتيها شعل مره كي ما تجيبيش مليح وكي ذقتي النهار تاع الباك كي تخرج ريزلت شعل ماشي مليحه وشعل عيانه سي ماكسيموم الحمد لله بسي ماكسيموم تعاوديش الضربه اللي صرات لك شعل شعل من ساعه تقرا وبروغرام كامل كل نهار وبركته على قلب بنونا كل نهار وبركته. ليليانا ليليانيا ولا عفاك وسيم واللي ما قدرش يبدل السوشيال ميديا كيف هي ديزانستالي ديريكت وسيم شحال جبت استوار جيو 17.5 محمودي عادل الازرق مليح في اخطاء انا ما حفظتش من الازرق اكسيك جوزل اكسيك مانيش عارفه ما قريتش الميساج تاعك اذا تقدري تعاودي تكتبيه لي تسيف بروجرام لي لي سكولاريزي سي فولي بروغرام دو سكولاريزي بون جي ريحي شويه جي ملي سي ريحي شويه ودي مريض قاعد اذا كنتي عيانه بزاف رقدي غمضي شويه وبدي تقري
اذا رقدتي ساعتين خلفي ساعتين سهره، واذا رقدتي ساعه خلفي ساعه سهره، ويا رحم. ايه ملخص صح جمال مرسلي صح، استاذ جمال مرسلي صح، هذا نقاليه منه صح، انا شفته هذا تربيه اسلاميه. كونتيتي حوسوا على لا كاليتي، لازم تكون عندكم كما نقولوا جوده، لا كاليتي جو هي صح، ولازم كما نقولوا ادرس بذكاء بذكاء ليس بجهد. بعمل عندكم لايف عليها سبيشال سبيشال عطت الرابع، وقلت لكم الرياضيات لي باك وحلول معهد نوردين والفيزيك هذاك كتاب المغني وقاعده. اجتماعيات حفظوا معايا، اكرم حفظ معايا اجتماعيات، مروه عايشه جاوب. العلوم قلت لكم كي هذاك فقولوا مجله المجتهد. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا اللايف، وان شاء الله هديتوا اني دي، وان شاء الله يكون فدتكم. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو بوكو بوكو، فريمون فرحت كي صرت يعني 70 واحد يسنى فيا، وبغيت نطلع حتى 90. يعطيكم الصحه وبون كوراج، وما توفيقي الا بالله. علاش ما حبيتيش تجاوبيني؟ ما شفتش الميساج تاعك. علاش ما حبيتيش؟ ما شفتش الميساج تاعك. شنو هو الميساج تاعك؟ إذا متفق بالله كومنتات لك ولا ما يبدأ اللايف أصلا، علاش ما حبيتيش تجاوبيني؟ وما توفيق إلا بالله، عاودي كتبي لي ميساج تاعك نجاوبك. يا أختي قولي لي إذا بديت من، يا أختي قولي لي إذا بديت من دوك نلحق وما توفيق إلا بالله. وين راكي وين راكي وين راه السؤال تاعك؟ مشتوش. دقيقة نعاود نطلع نجاوبك. جاوبينا رجاء، شحال نقاطك؟ ايه نقاط تاعي بون، جبت 19.5 في المات، 19 في الفيزيك، 16.5 في السيونس، 19.5 ولا 19 في العربي نسيت، 17.5 في ال 17.5 في التاريخ والجغرافيا، 14.5 في الفلسفة، واش كاين ثانيك؟ فرونسي، الفرنسي جبت فيها وقيل 14.5 ولا 16، نسيت. اونغلي جبت فيها 16.5، واش كاين مواد اخرى صفختي؟ اسلاميه جبت 19.5. وما توفيق الا بالله، ماما جاوبتك فوالا. اختي تعيشي جاوبيني في التعليقات على خاطرش ما عملتش الفيديو وكونيكسيون ضعيفه. اوكي نجاوبك في التعليقات. يعطيكم الصحه رايان، تروح لي ما اشتريتهم اكتبيهم لي في لي كومونتير نديرها لكم. وهيبه واش قلتي؟ التليفون ماشي تاعي، انا ندير بيه لايف. اخترت بليتي فيا الباك الاول، واش من اخطاء اللي حسيتي روحك درتيهم باش ما نعاودهاش؟ قداه ديتي؟ ربي يوفقك ونسمعوا بيك طبيبه مليحه بزاف ان شاء الله يا ربي. الاخطاء اللي درتها كنت نبكي بزاف كيما نحفظ، وكنت نديزيسبيري، كنت نسمع هضره الناس، كنت ندير على البنات كيقولوا لي ماناش نقرا ونقول انا فاك ما نقراش. فوالا كيما هكا دين شغل هكا، هذو هما الاخرين. ميم كيما نقولوا ما كنتش نعاود بزاف واش كنت نقرا، كيما نقولوا ثاني كيما كنتش ندير التدقيق، ما كنتش فاتحه عينيا مليح على المعلومات، كنت نقرا شغل بزاف 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 سطحي. فوالا انو مانيش نجهر في الكومونتير تاعك، مش يخرجوا لي كونيكسيون ثقيله ولا ما بيش، راني حتى كي نعاود نطلع باش نعاود نشوفهم. دقيقة عندي اختي تسحق تليفونها سمحوا لي. نانو مخرجليش كامل الكومونتير تاعك، سمحي لي ما مخرجليش، تقدري تعاود تكتبيه لي. جاوبيني اختي.